كشفت العمليات المشتركة عن محاور عملية إرادة النصر الثالثة والقطاعات المشاركة فيها، وقالت في بيان لها إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة انطلقت المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر في مناطق ديالة لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقينة. وأضاف البيان أن قيادة عمليات نينوى شاركت في العملية أيضا بمشاركة الحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي نينوى لتطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ إبراهيم ومناطق خط اللاينة. وبيّنت خلية الإعلام أن تنفيذ العملية يجري بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوى الجوية وطيران التحالف الدولي.